كنشوفوا الان كنقوموا بعمليه تنظيف شوارع من اوراق ديال المنتخبين، وحنا الحمد لله كنقوموا واحد كاع الاخوان ومن عبد ربي كنقوموا واحد المجهود جبار الحمد لله، وحنا في غايه السعاده حنا كنمارسوا العمل باريحيه، وكما كتشوفوا كاع الاخوان كيقوموا عمل في ظروف ملائمه. ساكن الحمد لله كيتجاوب معنا، كل بعض كيتجاوب بعض كي كله على حسب العقيده الانسان، كله كيتجاوب معاك اللي كيقول لك دير الله يعاونكم، كيقول لك لا انتم ما كتقوموش بالجبار كله، والاغلبيه الصحيحه كيتجاوب معنا. طبيعه الحال فيما كتكون شي بلاصه كتكون خدام كتشطب ولا شي حاجه، الناس كيشكرونا بعض الاخر كيقدموا لنا يد المساعده، بالا كيقولوا لي قد كتقدموا مجهود جبار، والحمد لله هذا كيساعدك انت نفسانيا باش كتأدي الواجب ديالك على احسن ما يرام. العمل اللي تقوموا به هو حتى نجمعوا ذوك المخلفات ديال الانتخابات ديال الوراق ديال الانتخابات. اللهم لك الحمد، الحمد لله اللهم لك. كاين تماره ولكن اللهم لك الحمد، كاين الناس اللي تعترفوا الحمد لله اللهم لك الحمد. بالنسبه لي انا تنفتخر بها. هذه الليله عندنا خدامين، لان عندنا الاوراق متراكمه بزاف ديال الانتخابات، والحمد لله حنا وخسارين خدامين الحمد لله، عندنا ما عندناش مشكل، بغينا مدينه تصبح عندنا الشارع زوين، وهذا الشيء اللي كنتمناو ان شاء الله، ونتمنوا التوفيق للجميع ويكونوا عند الحسن ديال الجميع ان شاء الله. كيشجعونا الناس كلشي، الناس كتقول الله يرحم لكم الوالدين ساهرين معنا، وتحنا الحمد لله الاخوان كلشي مجندين خدامين الحمد لله بخير وعلى خير اللهم لي الحمد. كنشكروا الناس اللي ساهرين معنا، الاخ هشام، الاخت سميه، السي الحسن، الحمد لله الاخوان كلشي بخير وعلى خير. الا كانت عندنا بحال هكا دابا هاد المناسبات ولا المناسبه ديال الاعياد كنبقاو متاخرين، ما عندناش مشكل، كنتعوضوها لنا الشركه كتعوضها لنا، ما عندناش مشكل الحمد لله. هي اللي كنصوروا بها وبخير وعلى خير، معيشين بها وليداتنا، حمدنا الله وشكرناه، نتمنوا من الله ان شاء الله تكون وتزيد بينا المدينه تاهي لقدام ان شاء الله، والحمد لله. مهنه شريفه الحمد لله، كنتمنى اي واحد يتمنى هذه المهنه، ولكن احنا الحمد لله راضيين بها بخير وعلى خير، راضيين بها، جميع الاخوان كيرضاو بها الحمد لله. لا سيدي ما عمرنا لقينا شي مشكل مع شي حد، الناس كلشي كتشكرنا، الناس ديال المدينه طيبين الحمد لله، الناس كلشي كيشكرونا، ما كاينش شي مشكله مع شي واحد اللهم لي الحمد. كنشكركم حتى نتوما شوف تي في، الله يجزيكم بخير. احنا دابا كنخدموا واحد الحمله تنظيفيه ديال النفايات ديال الاوراق ديال الانتخابات، كنقوموا بهاد الحمله ولا عده حملات. احنا هذا العمل كيشرفنا، احنا كنقوموا به ديما، لان احنا عندنا الرباح هو لو صبحت المدينه نقيه، ما عندناش مشكل نخدموا بالليل بالنهار سوايع اضافيه، ما داكشي ما عندناش مشكل، كنصيبوا راحتنا الحمد لله. تغلبنا على هذه الازبال الحمد لله، المواطنين كيتعاملوا معنا، كاينين المواطنين اللي كيستاجبوا للنظافه، وكاين بعض المواطنين كنطلبوا منهم يحسنوا الوضعيه ديالهم، نظرا اللي كيجوا كيخووا لنا الازبال حدا الحاويات وكيتكرفسوا على الشوارع وكيديروا واحد البلطجيه اللي نقول لك دون مستوى، وصلوا لواحد المستوى اللي غير مثقف، ما كيديروش الناس، كيهرسوا لي باك، كيجي الباك كاع جديد وكيهرسوه، وكيقول لك لا راه الشركه ما دايرهاش البيكان. لا سيدي، راه الشركه النهار حطت عدا الكميوات عدا البيكان ديال، واش كتعرف بان كنقولوا حنا الكوليك الكميوات اللي كيهزوا الحاويات، واش في بالك كتدخل الحاويه كتلقى فيها الحجر، واش هاد الكاميو كيهز هذيك الماكينه كتضرب الحجر، راه كتخسر. يعني هنا كاين اشكالات، راه واخا نجيبوا لهم حنا كاع من كندا نجيبوا لهم شركات ولا نديروا 12 شركه، هنا ما غنتغلبوش عليها، لا ما كانش يعني حسن المواطن، المواطن يتعامل مع الازواج. وكنشكروا من هنا المواطنين اللي كيتعاملوا مع عمال النظافه واللي كيحاولوا كيلوحوا الازبال في الحاويه ديالهم، وحنا بغينا عمل جماعي ما بين المواطنين وما بين العمال، والحمد لله حنا كنخدموا في واحد الجو مريح، ما عندناش شي مشكل داخلي الحمد لله، لا مع الاصدقاء لا داخل العمل مع الاطر ديال الشركات لي بيرسونيل ديالنا اللي معنا ولا لي ريسبونسابل، امور غاديه عندنا مزيانه. اللي كنتمناو تحسين وضعيه بعض المواطنين، هذه هي اللي كنتمناوها، كنعانوا منها بزاف، مشكل ديال كيعطوا لوليداتهم صغار الزبل، هذا راه خطأ فادح. مني كتعطي لولدك صغير، راه مني غتحسن الوضعيه راه بعد غتعود تجي الشركه كتحط واحد الحاويه جديده راه كتولي مزيانه. وكنتمناهم عامل النظافه راه اشاره المواطنين في اي وقت، راه حنا كنجو كنخدموا الحمد لله، راه مواطنين كيعرفونا مزيان، ماشي كنتواصلوا معاهم بحال خوتنا، داك الشيء راه ما عندناش شي اشكال مع شي، لان حنا كحمله كنخدموا في اسفي كامل، ماشي كنخدموا في واحد الاتجاه، اسفي كامل كنخدموا فيه الحمد لله، المواطنين كيعرفونا
وكنتمناو نكونوا على حسن الظن الجميع. لا كان شي حاجه اللي شي تقصير ولا شي حاجه يسمحوا لينا، راه على ما كانش بيدنا.